السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد عوض في قناة كوسنس الكورة. طبعا يعني قبل ما هنتكلم في أي حاجة لازم تدوس على اللايك الجميل بتاعك اللي تحت ده، اللي هو أصلا أكيد ليه لازمة، يعني عملها علشان تروح تدوس عليه، روح دوس عليه يلا. وعلشان النهاردة كان يوم مليء بالأحداث الغريبة والعجيبة اللي حصلت في الكورة، ومن تعادل للأهلي وخسارة للزمالك وحاجات كتيرة وفي ماتش بكرة لأتلتيكو مدريد وريال مدريد. يلا يلا بس شوف الانترو تعالى لي عشان في كلام كتير عايزين نقوله. طبعا يعني قبل ما اتكلم عن اي حاجة حصلت النهاردة، انا حابب اقول بس نبذة صغيرة كده يعني عن واحد كافح ووصل للي هو فيه دلوقتي وبقى في مستوى كبير قوي، زي لاعب اللي هو ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. طبعا ايمن اشرف ده يعني شاف حاجات كتير في حياته لدرجة اللي احنا شفنا فيها صفحة دوري الابطال، بتقول طبعا اللي هي قالت فيه فيما معناه ان من وسط الظروف الصعبة والظروف المعيشة الصعبة اللي قابلته في حياته ولد البطل بتاعنا ده اللي كسب مع الاهلي دوري ابطال افريقيا وكاس مصر ودوري المصري وكسب كل حاجه وراح كاس عالم الانديه وخد تالت على العالم. ده كله بعد ما كنا شايفينه تعب واجتهد في الحياه وحصلت له شويه حاجات كده، زي ان هو لما كان بيلعب في نادي سموحه طبعا كان عنده ماتش في الاسكندريه، فعلشان مامته واخته يجوا يتفرجوا عليه في الماتش لازم كانوا يحضروا يجوا من القاهره للاسكندريه. طبعا هما في القاهره الاسكندريه سمعوا الماتش، بس هو بقى ايمن اشرف كان مجهز لهم كده حاجه يعني عشان يرفعوا بقى عن نفسهم ويسافروا. وهو راجع القاهره تاني وبعد ما وصل بيته جاله خبر الوفاه بتاعت والدته. طبعا اللي احنا كنا شفناه طبعا طلع مع في لقاءات كتير وقال ان والدته ديت هي كانت كل حاجه وكان بيستشيرها في كل حاجه، هي والدته ديت كل في الكل في الكل اصلا. فقال بعد وفاة والدته واختي انا طبعا قلبي جمد وقلبي مات وكل حاجة. طبعا والدته راح المستشفى، لقى والدته في العناية المركزة، وواحد صاحبه قال له والدته في العناية المركزة وكده، فطبعا عرف اللي هي ماتت وكده. فقعد يفكر بقى في مستقبل اخته وازاي هيتعامل مع اخته قبل ما مراته تقول له البقاء لله في اختك. فطبعا يعني شفنا بقى من القصة العظيمة دي والد البطل أيمن أشرف. أمي كانت أغلى حاجة في حياتي، يعني أمي بالنسبة لي كانت الصديقة والأم والحبيبة وكل حاجة. قلت لها ماما أنا مسافر، فرحت القاهرة فجالي خبر في لقيت تليفون والدتي بيرن. فأنا كنت مكلمها قبليها مثلا من 10 دقايق، فبرد عليها عادي، فلقيت صوت زعيق وكده، فلقيت ضابط بيقول لي انا ضابط كذا كذا، صاحبه التليفون دي طافت. فطبعا انهارت، رميت الموبايل وكنت لسه لابس مكلمها من شويه. كنت لسه يعني مش متخيل. نزلت في الشارع اجري، اقرب تاكسي وقفته فرحت على اسكندريه. هاني العجيزي كلمني وانا في الطريق، فقال لي مفيش حاجه وبتاع، ده مامتك في العنايه. وكلمت مراتي قالت لي مامتك واختك في العنايه وكده، فانا ما كنتش متخيل كل دوت. يعني انا مسافر في الطريق محدش عايز يقول لك الخبر اللي حصل، يعني هو بيهدوك وبيصبروك بيهدوني وبيصبروني فعلا. فلما في الطريق انا عمال يعني انا متصور ان والدتي توفت، فعمال بخطط لمستقبل اختي. طب هتعيش ازاي من غيرها؟ ده هما الاثنين كانوا صحاب، هما الاثنين كانوا ما يقدروش يمشوا من غير بعض. كانوا مرتبطين ببعض جدا. فوصلت لقيت عربيتين اسعاف واقفين، مش مصدق يعني. فبقول له كل ده ما اعرفش ان اختي طافت. بعد ما هديت شويه كده فبسال على اختي، فلقيت مراتي مستغربه يعني مفكره ان انا عرفت. فقلت لها لا يعني فين منى وكده، فقالت لي بقال الله. نخش بقى على الموضوع اللي هنتكلم عليه، ماتش الاهلي وفيتا كلوب اللي انتهى 2-2 للاهلي في ظل شويه حاجات كتير كده، في ظل غياب الحظ من النادي الاهلي وتالق مروان محسن واللي اخيرا مروان سجل. بس طبعا الماتش اللي يسجل فيه مروان الفرحه ما بتكملش، وبعد كده شفناه لما سجل الجون بقى خد الثقة الزيادة واللي احنا كنا عايزينه ياخدها، بس مش كده،
عمال بقى واحده كعب بقى ويفوت الكره بمزاجك يا عم مروان وبراحه راحتك يعني، انت جبت الجون وكله تمام. بس طبعا غياب التوفيق اللي غاب قدام النادي الاهلي النهارده اللي شلنا، احنا كلنا كنا بنسمع الماتش يعني، شفنا يعني حاجات غريبه بتحصل كده. الكره اجاي حتى الجون الاول بتاع الاهلي اجاي شاطها عدى اللعيبه كلها طبعا وخدوا من يمين في شمال، اجاي الملك السلو موشن اللي انا بقول عليه سلو موشن كده، لاعب رايق كده تحبه في الملعب وتحب تشوفه في الملعب، عدى اللعيبه كلها وخدوا من يمين في شمال وبتاع، جاي شايط الكره خبطت في العارضه اللي بعد كده كملها عمك محمد شريف. بعد كده جه بقى مروان محسن بالتكمله للكوره كده وهي عرضيه من قفشه، اللي طبعا هنتكلم عن قفشه في الفيديو ده لانه طبعا ما فيش يعني حاجه غريبه كده، جاب مروان محسن الجول. طبعا سوء الحظ جه مع النادي الاهلي ليه؟ لانه ضيع كور ياما قوي يعني. محمد مجدي قفشه كان لوحده ضيع النهارده ثلاث كور او اربع كور كمان. اول كورتين طبعا، اول كوره في الماتش كله اللي هو جابها براسه من تحت ديت ومن جهه متصده، طبعا محمد مجدي قفشه يعني سوء الحظ مع النادي الاهلي ليه؟ لان يعني كل لعيبه ضيعت النهارده وكل حاجه ضاعت يعني. محمد مجدي قفشه لوحده وقلنا فرصتين، جاي يخبط واحده براسه الحارس صدها، استلم واحده في المنطقه شاطها في الزاويه اليمين ما جاتش يعني، شاط كور ياما اتصدت، بس الكره الغريبه اللي هو ما دخلهاش جون. وفي كره في الدقيقه 86 شلتني اللي هو لعبها له تمام كله زي الفل، استلم في المنطقه يجي ازيد من ثلاث مرات. يا عم محمد انت شايف متعدلين 2-2 والدنيا مش بيس يعني، ما تستلمش الكره ازيد من ثلاث مرات يا عم. خلصنا بقى من محمد مجدي قفشه والفرص اللي ضيعها كتير، القضيه ممكن يعني هتسمح له بكده، بس خلاص بقى نفكك بقى ونركز علشان الماتشات اللي جايه ما ينفعش فيها اي تهاون. النادي الاهلي واخد من ثلاث ماتشات اربع نقط يعني، هو اتعادل ماتش اهوت وخسر ماتش وكسب ماتش يعني كده مش نافع، كده مش نافع خالص يعني. سيمبا التنزاي يعني ده اسهل يعني، الماتش المضمون اللي في المجموعه هو كان ماتش فيتا كلوب، ضيعنا منه الفوز في اسهل ماتش في المجموعه فيتا كلوب ده كده اللي انتهى 2-2 يعني بحاجه غريبه، واحنا اربع نقط وهم اربع نقط وسيمبا سبع نقط. بعد كده ما ينفعش في ماتش نخسره او ماتش نتعدده علشان نعدي يعني، ربنا يكون فاهم بقى النادي الاهلي وكده. طبعا يعني احنا شفنا الاستحواذ بتاع النادي الاهلي 68% للنادي الاهلي قصاد 32% للنادي فيتا كلوب، ب 29 تسديده على المرمى من النادي الاهلي. ده يدل ان النادي الاهلي كان خطر. احنا ما قلناش حاجه، النادي الاهلي كان خطر وكل حاجه، بس سوء الحظ يعني حسين الشحات مش في مستوى خالص، حسين الشحات عايز يتشد عايز يتظبط، لان ده مش حسين الشحات اللي احنا متعودين عليه اصلا، ده مش مستوى حسين الشحات يعني. وكمان يعني ابواليا يعني سوء الحظ بتاعه يعني مش عارف يعني، الواد جالوي اكتر من خمس كور ضيعهم كلهم، بقول لك 29 تسديده منهم 16 ولا 17 على المرمى يعني، وهو يعني نفخ الخيال بقى. غير بقى الظلم التحكيمي اللي الاهلي شافه يعني، عمرو السوليه داخل في ضربه الجزاء اللي حصلت في الشوط الثاني ديت يعني، كان ما بينه وما بين الولا نص متر بس يعني، ما لمسوش حتى ولا بسن الجزمه حتى، عمرو السوليه كان بعيد عن الولا نص متر جاي واقع. طبعا استغلوا اللي ما فيش فار في الدور المجموعات، ويعني انا عمري ما شفت كده والله، ده انا اللقطه دي ضحكتني قوي يعني، انا مش فاهم، بس عدت يعني عدت عشان بس محدش يتكلم ويقول الاهلي بقى بالتحكيم ومش بالتحكيم. طبعا الاهلي شفنا فيه اللي هو لعب بكل الطرق الممكنه، وطبعا موسيماني لعب بالخطه الممتازه، بس اللعيبه بقى سوء الحظ والتوفيق اللي ما جاش مع اللعيبه. قال كان بيلعب هجمه مرتده صح، كان بيلعب بباصات صح، كان بيعمل كل كور طوليه صحيحه، كل حاجه في الكوره اتعملت وبس. اما بقى فريق فيتا كلوب شفناه معلم بيلعب على الهجمه المرتده بحته، بيلعب بالهجمه المرتده بحته. طبعا بقى نيجي الماتش الزمالك والترجي، اللي طبعا الزمالك الفتره ديت في مشاكل كتير وازمات كتير وازمات ومشاكل مش راضيه تخلص، ومدرب باتشيكو عايزين يقعدوا مدرب هيوديهم في داهيه يعني، انا مش شايف من باتشيكو ده اي حاجه غير ان هم مودينه ومودي الزمالك في داهيه طبعا، ولا اداره ولا اي حاجه، واللعيبه اذا كان اللعيبه نفسهم يعني مش عارفين يجددوا لهم عقودهم يعني. انا بجد والله الزمالك من 2003 والزمالك مش مظبوط،
الزمالك يعني من 2003 يعني ما بطولاته على بعضها يعني ما تكملش 10 بطولات من 2003 لحد دلوقتي. يعني بجد يعني الزمالك عايز له وقفه وعايز له يعني عايز له كل حاجه، لان الزمالك كده يعني 3-1 في رادس ومش واخد غير نقطتين من 3 ماتشات، ماتشين متعادلينهم وماتش خسران منهم وماتش متعادله مع مولوديه الجزائر. يعني عمري ما شفت كده، يعني ماتشين تعادل وماتش خساره، ماتشين تعادل وماتش خساره. يعني انت دلوقتي لولا الخبر اللي اقوله ده لو ما كانش صح اللي هو تونجت هتتسحب من المجموعه كان زمان الزمالك هيعاني. لو ما اتسحبتش الزمالك هيعاني فعلا، لازم الزمالك يكسب كل الماتشات اللي جايه علشان حتى يتاهل تاني ولا هو تاني، ما فيهاش نقاش غير في كده. طبعا الترجي 3-1 يعني طبعا اللي شفنا فيه استحواذ الترجي كان 51 واستحواذ الزمالك للاسف 49. بس الشوط الاول كان انتهى بالتعادل وكان كله تمام الصراحه. الواد فرجاني ساسي خد لعيبه الترجي كلهم على الخط هناك وكل الولا وزحف وداه الواد احمد فتوح جاب جون. شفنا تالق من محمد علي رمضان. طبعا انا اللي عاجبني كان في نادي الترجي الجبهه الشمال اللي كان فيها الهوني، الجبهه ديت الصراحه اللي كانت متحركه واللي جه منها كل الاجوان. يعني والصراحه يعني الماتش كان نفس الخطه 4-2-3-1 للزمالك و 4-2-3-1 للترجي، بس الترجي كان بيلعب باسلوب حلو وباصه وروح وتعالى، اما الزمالك ولا عارف يقفل مساحات ولا عارف يعمل حاجه ولا عارف حتى يطلع بالكره لقدام، وخد طرد وكل المصائب جايه على نادي الزمالك، لان الزمالك عايز وقفه كبيره جدا 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 علشان الزمالك ده مش الزمالك. ولو تنهي استمر على كده الزمالك حتى يعني ربنا يستر ما يطلعش من دوري الابطال بفضيحه، ده اهم حاجه. يعني طبعا شفنا النهارده ماتش بايرن ميونخ ودورتموند، انا سمعت فيه الصراحه لحد التعادل اللي هو 2-2، بس كان الماتش عباره عن استحواذ للبايرن الفتاك. طبعا اللي كان فيه الاستحواذ 66 للبايرن و34% لدورتموند، كان 27 بقى اجمالي التسديدات وصد 7 تسديدات. طبعا يعني شفنا تألق الموهبه الصاعده النرويجيه هالاند، هالاند عنده 20 سنه بس وايه وكل يعني مسجل فوق 20 هدف يا اخي. هالاند ده يعني طريقه كده هو ماشي في طريق يا اما ريال مدريد يا اما برشلونه، وكله هيتعارك عليه السنه الجايه والموسم الجاي الصراحه، لان الموسم ده انا شايفه بالنسبه لي انا موسم تحضيري. طبعا كل اللعيبه يعني ومن رايي انا اللعيبه اللي عندها مشاكل في انديتها ما تروحش لاي نادي دلوقتي، ما تروحش لاي نادي دلوقتي. حتى شفنا تعامل كريستيانو رونالدو مع الازمه ديت بطريقه بدماغ صحيحه يا باشا. كان في عرض جاله من باريس، كان يقدر يروح باريس وفي ظل الكورونا ياخد المرتب اللي هو عايزه وكل حاجه هو عايزها، بس هو طبعا لا يا باشا هو هيفقد قيمه كريستيانو رونالدو لما يروح باريس الفتره دي. يعني ومحمد ازمه محمد صلاح اللي هي مع يعني الفتره الموجوده ديت اللي يعني يا محمد يا صلاح هو ده النادي اللي بص مش كبرك يعني هو وصلك وظبطك. فيعني لما فعلا لما كنا نشوف محمد صلاح الصراحه انا كنت شايف محمد صلاح ادى الماتش ده وما كانش ينفع يطلع، بس لما المدرب شايف هو طالع قايل في تصريح انه كان شايف محمد صلاح مش قادر فمش عايز يعني بالمعنى يخلي شكله وحش ويكمل الماتش وكده فقعده دكه. يعني عادي ده انت هتنزل تلعب بعد كده واي لاعب في الملعب المفروض كده. شفنا طبعا تويتر من وكيلنا محمد صلاح يعني هيغربل بها الدنيا، يعني ومحمد صلاح شكله كده رايح يا اما برشلونه يا اما ريال مدريد، بس من رايي محمد صلاح يخليه في النادي اللي هيكبره ويعليه اكتر واكتر اكتر ما هو كبير وعالي ونجم. طبعا محمد صلاح يعني وفي وهياخد الراتب اللي هو عايزه فيه كمان، اما الفتره ديت فهي انا اعتبرها موسم تحضيري والموسم هيخلص بالطول والعرض. نيجي بقى لهالاند، هالاند اللي معدي الواقع قلنا فيه وجايب جونين في الكلاسيكو الالماني ده، وليفاندوسكي طبعا اللي مش هنتكلم عليه ياما جايب هاتريك لوحده، يعني انت 4-3 هاتريك لوحده كده. طبعا يعني احنا هنشوف بكره ماتشات جامده جدا، يعني هيكون الفيديو ده نزل يا اما بعد الماتش ريال مدريد واتلتيكو وبعد ماتش برضو مانشستر سيتي ويونايتد الساعه 6:30. شوفوا انت عايزوا انا انهي ماتش في الاثنين دول يتحلل واكتب لي تحت في الكومنتات. ده طبعا كل اللي كان عندي، وبكده اكون خلصت الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، اهم حاجه زر الجرس واللايك والشير. اللايك تحت موجود يا باشا، اعمل لايك بس مش هتستخسر حاجه يعني. وتروح عندي على التويتر تعمل لي فولو هناك، تروح على التويتر هستناكوا هناك وتوصل الفيديو ده ل 100 لايك، وهسيب لك حساباتي عندك على الشاشه، واستنوا فيديوهات جديده واجدد وسلام.